أحنا ما كيف ورجعه ما مفتوحه بيها حشد وبيها حشي حشي بيها حشد يعني ما ودنا احنا نرجع ودنا اليوم قبل باش نرجع احنا يعني مكيفين احنا هنا 60 كيلو منطقه جرف الصخر احنا نكيف على الرجوع بس امان ماكو احنا ما كيف نرجع انتهت الحدود وانتهت تصير مشاكل بعد اكثر من قوة احنا ما نكيف لعد نرجع هي ممسوحه بالشغلات حتى النخل وقعها لن يعود نازح بالاجبار، العوده تكون طوعيه عندما النازح يجد انه توفرت الخدمات سيعود، عندما يجد انه اكو تعويضات سيعود، هاي لازم تعالج الحكومه المركزيه تعالج هذا الموضوع ويعود النازح، اما اجباري وزاره الهجره ما اعتقد عندها هذا الـ يعني هذا الـ هذه الجراه على انه تقوم بارجاع النازح اجباري والحكومه المركزيه قالت انه لن يعود نازح اجباري